Hi, my name is Elamin Raif and I'm the General Manager of Al Burhan Center. Today I would like to share with you my career and my story in Al Burhan Group. I joined the organization 4 years ago, and with hard work and long hours I succeeded a lot in my career and I was promoted many times. Starting as Business Development Manager, today I am the General Manager of the same organization I joined 4 years ago. Just like any other organization, we've been through the hard times and the good times. The only hard time for me was losing my late boss who passed away 1 year ago. He was the person who guided me through the first steps in my career, and I wish he was here today to see the progress and the development that I had in my career so far. The happy times is the daily success that we are doing. We pride ourselves for being the leaders in one of the greatest companies in the country, and also our philanthropy work and activities. We are paying a lot of support, money and activities back to the society, and we pride ourselves for leading one of the largest charity foundations in the country. The greatest value that I consider myself would walk out of this organization with is the love and appreciation of people. It's great to see that my team, which consists of 100 people, they all love and appreciate me in the back as their manager, and being loved in the back from other people is something really valuable to be taking out of an organization that I worked for many years. I would like to share with you an individual interviews that we have done with our staff, and I hope you will like what they have to say. Thank you very much, and I look forward to seeing you in Al Burhan Center very soon. يعني انتو تريدون تعرفون شعوري على البرهان. بالنسبة لي البرهان هذه المؤسسة الكبيرة أني تعلمت بيها أشياء كثيرة وغيرت في رجعتني من هذا الجورج الصغير إلى جورج مسؤول. جورج مسؤول على نفسه، جورج مرتب شوي، وبعدني أتعلم. والحمد لله سيد عماد هو اللي أعطاني هذا الفرصة من 2014 ليومنا هذا. It makes me a better man. I learned a lot. هي عبارة عن مدرسة ترى هذه، مو إلا شغل. بعدين أكو شيء بالنسبة لل ماكو شيء أتندم عليه. أتقبل كل شيء، أتقبل إنقاذي، واحد يناقضني أتقبله هو الشيء. أنا أقول ماكو واحد يقدر يشتغل بالبرهان إلى ما يحب البرهان. أنت لازم تحب البرهان حتى تشتغل بالبرهان، وتكون عندك غيرة على البرهان. والله ما يعني أنا أقول هذا الكلام، أنا أحب البرهان، أنا حسيني أحب البرهان، أنا عراقي أحب البرهان، وأنا أموت على هذا البلد وأموت على البرهان. مو ان عندي يعني اعرف سيد عماد مندل، احبه البرهان هو شغل ونظام مؤسسه وفي الترتيب حضاره مدراء بتاعها كلهم الله الله كلهم يعني جامعه هذه تتعلم منهم اشياء كثيره وبعد نتعلم. انا انتميت لمجموعه البرهان 5/2/2012. بالحقيقة أصعب موقف اللي هو أثر بالجميع رحيل الأستاذ كويت، والموقف اللي خلاني أحسب حسابي لا عملي هو التمثال مع الأستاذ كويت. أنت تنتمي لمجموعة أو إلى مكان يقيم عملك ويقدر شغلك بحيث تكون أنت مخلص، يكون جزائك هيك قريب من الكل. إذا تكون عكس أكيد ما لك مكان هنا. اللي استفادته من هذا المكان، من الشركة، من البرهان، هو تعلمت شلون اتعامل ويا الناس اللي اعلى من عندي ليفل، اللي هو شغل الاداره. انا ما اشتغلت قبل اداره، اشتغلت بهذا المكان، تعلمت شلون اتعامل وياهم بالطريقه المهنيه الصحيحه، مو بطريقه الصداقه. صاروا عندنا اصدقاء هوايه اعلى من عندنا ليفل، لكن بالعمل تعلمت شلون اشتغل وياهم، شلون اتعامل وياهم. هاي الطريقه اللي استفادتها. والشيء المفرح اكثر انه احس انه المستقبل اللي نحضر له هسه هو يعني مستقبل حلو احلى من اللي نمر به هسه. سامر زهير، المدير المالي مركز البرهان. اعمل في مركز البرهان لمده 7 سنوات. من المواقف اللي الصعبه اللي تعرضنا لها هي وفاه استاذنا استاذ كميت، اضافه الى المواقف الصعبة أيضا نتذكرها هي
أول يوم خلال مقابلتي في العمل في فندق المطار بوجود مدرائي. من ضمن الشغلات اللي تعلمناها الالتزام بالوقت، احترام النظام، الكفاءة بالعمل، وتعلمنا شغلات كثيرة أضافت لنا الكثير بحياتنا. نتمنى لمركز البرهان المزيد من التألق. شكرا. عملي في البرهان منذ 2012 ولحد هذا اليوم، وأنا أشغل منصب مدير مركز أمن البرهان، والحمد لله توفقت في عملي وأسندت إلي عدة أعمال وتم إنجازها، وأنا متواصل في عملي وتعلمت الكثير في عند وجودي في البرهان من خلال احتكاكي وتواجدي مع النزلاء الأجانب ومع إدارتنا التي كنا نعمل الإدارات التي كنا نعمل معها. محمد عباس فاضل، مدير قسم العلاقات العامة في مركز البرهان. أعمل حوالي في مركز البرهان منذ 5 سنوات ونص. الشيء اللي تعلمته من مركز البرهان ومن أستاذي عماد البرهان هو الالتزام بالوقت والأخلاق وغير ذلك من الشيء المهم يعني اللي تعلمته بحياتي. الشيء المؤلم شفته هنا أثناء العمل، أول شيء هو وفاة المرحوم وأستاذي كميت، وأيضا الشيء اللي صادفني اللي هو تبطير الموظف أو الموظف الجيد إنه يترك العمل. تعرف إحنا متعلمين على هذا الموظف والشغل مات شيء أكيد، هذا يخلينا دافع للأمام. إذا شوف موظف نفسه إذا النزيل يرجع بعد 5 سنوات أو بعد يرجع أو بعد سنة من وراء إجازته، يشوف الموظف نفسه حتى النزيل يرتاح في المركز. حافظ طه، موظف في قسم العلاقات في مركز البرهان، صار لي تقريبا 2.5 أو 3 سنين في مركز البرهان. تعلمنا فيه نظام الوقت واحترام الوقت واحترام العمل واحترام الدوام، وأيضا الروح والتعاون بين الموظفين ومدير القسم ومدير المركز. والحمد لله والشكر أي موقف ما صار عندي صعب في مركز البرهان. أسيل كاظم، موظف في قسم العلاقات، أعمل في الشركة تقريبا 7 سنوات ولم أواجه أي موقف صعب الحمد لله، وتعلمت الكثير من الشركة. صار لي 4 أشهر بالبرهان، وتعلمت على نظام نظام الحسابات والمخازن، وما واجهني موقف صعب بالبرهان. I'm working with the Burhan now almost 4 years and thanks to Al-Burhan management for bringing me here, especially Mr. Abir, because he's the one interviewed me and he's the one bring me here. Thanks to Al-Burhan. Thanks, Mr. Abir. The hardest thing what I face like when team we are making building a team and somebody is leaving, that's the hardest thing I face. Hello, my name is Amar Dawood. I work for Al-Burhan Center, IT department, for about 6 months. I feel good here. I learned here how to be a part from the team. Thank you for Al-Burhan. Thank you for the management and thank you for my partner Kashaf. صار لي بالبرهان 3.5 سنوات بالضبط، شهر السادس 2013. بالنسبة لأصعب موقف مر بحياتي خلال عملي بالبرهان هو مداراتي الكوتي، فأما داري ويطيب وأما يصير علي لا سامح الله شيء وغادر مركز البرهان. بالنسبة اللي تعلمته من مركز البرهان هو نجاح بعملي الحمد لله وشكر من خلال الإدارة، متابعة الإدارة ومتابعة زملائي ويا ومساعدتهم، فالحمد لله وشكر على كل حال. صار لي أنا أشتغل بالبرهان 4 سنين وشهرين تقريبا، وما واجهنا أي موقف بالبرهان، واستفادنا من البرهان يعني تعلمنا الشغل والاحترام. قدمت بالبرهان 1 سنة و3 أشهر. أما المواقف اللي شفتها بالبرهان ماكو أي موقف صعب من صعوب. النظام اللي تعلمته من البرهان جيد جدا. قدمت بالبرهان 2 شهر وتعلمنا النظام وتعلمنا حب الآخرين، ما صادفنا موقف. صار لي 2 وشهرين أداوم بالبرهان، تعلمت النظام وما صادفنا أي موقف،
قدامي. السلام عليكم، خدمت بالبرهان 6 سنين، تعلمت النظام والسيستم الجيد وما عندي أي موقف صعب الحمد لله وشكر. صار لي أشتغل مركز البرهان 4 سنين ونص، تعلمت مركز البرهان الحب والتعاون والتآخي، وما صار وياي معاي في موقف شيء صعب الحمد لله، كله عن الحب والتعاون. خدمت بالبرهان 4 سنوات وماكو أي موقف حصل أثناء العمل بالبرهان، وتعلمناه بالبرهان الخبرة والنظام الجيد. أنا ليل غسان، أعمل في البرهان ما يقارب مدة 4 شهور. تعرفت على أصدقاء هواي واعتبرتهم مثل أخوتي، وإن شاء الله أكون نفذ لأوامرهم وأكون صديق لهم وأخوهم الصغير. بداية أنا صار لي من شهر الرابع السنة الماضية، يعني هاي نهاية 2017 داومت هنا، وتعلمت هنا من البرهان حب العمل والتعاون اللي مستمر، وما عندي أي مشاكل يعني، وما عندي أي موقف صعب واجهني. أنا صار لي 15 يوم مشتغل هنا تقريبا، والحمد لله يعني شغل زين والحمد لله وشكر، وشركة إن شاء الله ممتازة وإن شاء الله أرضي الجميع إن شاء الله وشكرا جزيلا. والله خدمت 3 أشهر، تعلمت النظام وما مرني موقف صعب يعني الحمد لله وشكر. صار لي أعمل في مجموعة البرهان 6 سنين ونص. أصعب موقف واجهته في مركز البرهان هو فقدان شخصين. الشخص الأول السيد عباس الموسوي مرضه مفاجئ، والشخص الثاني الأستاذ كميت رحمه الله. وتعلمت من مجموعة البرهان تقوية أواصر الأخوة والتكافل الاجتماعي فيما بيننا، إضافة إلى الأعمال المهنية في الصيانة. بسم الله الرحمن الرحيم، خدمتي بشركة البرهان 5 سنوات ونص تقريبا، والحمد لله والشكر تعلمنا من عندها هواي شغلات، المساعدات والخير، وماكو أي موقف صار هنا عندي. صار لي تقريبا 4 سنوات بالبرهان، تعلمت هواي شغلات، تعلمت الصبر، تعلمت أكو شغلات ما أعرفها تعلمتها، موقف معني ما حصل لي يعني شيء صعب. صار لي 5 سنين أشتغل بالبرهان. ثاني شيء تعلمت شلون نعامل العالم، وتعلمنا هواي مهن. وثالث شيء الحمد لله والشكر هال5 سنين ما مريت بموقف محرج أبد. السلام عليكم، خدمتي كانت بالبرهان 5 أشهر، تعلمت بالبرهان تعلمت النظام وما لا ما تلاقيت أي موقف صعب. أنا صار لي أعمل بالبرهان تقريبا 4 سنين، وأصعب موقف واجهني كان في تحويل منظومة المجاري، واللي استفاديتها تخليت عن عادات كانت سيئة أعمل بها في الخارج في القطاع العام، وجيت تعلمت النظام والأسس والانضباط من خلال الإدارة. السلام عليكم، أنا عدنان حمزة، صار لي 5 أشهر بالبرهان، وتعلمت من البرهان الخير والمحبة والأخوة، وما صادفني أي موقف بالبرهان. عمر عثمان، أعمل في مركز البرهان قسم الصيانة، صار لي 2 سنين أعمل بالمركز. طبعا تعلمنا المركز الأخوة والصداقة والتسامح، وكل الشغلات الزينة تعلمناها بالمركز، وإن شاء الله نتعلم بعد أكثر ونقدم أكثر وشكرا. صار لي بالبرهان تقريبا 7 سنين، إن شاء الله ويا 2018 نصير 7 سنين. وأصعب موقف تعرضت له بالبرهان قبل 2 سنين صار بي حادث واحترقت، والأشياء اللي تعلمتها بالبرهان، أنا دخلت للبرهان كهربائي يعني للمعلومات، كنت الريموت مع السبلت ما أعرف الأزمة، ما أعرف أصلاً أشغل تبريد أو ما شايف تبريد، فالحمد لله هالسلام التبريد صار عندي أسهل من الماء، أسهل من الكهرباء أصلاً، أسهل من اختصاصي. السلام عليكم،
أنا صار لي تقريباً 5 سنوات أشتغل بالبرهان. أصعب موقف مريت به أو موقفين هنا مرضى السيد عباس المدير السابق ووفاة الأستاذ كوميت الله يرحمه. وتعلمت من البرهان مساعدة الناس المحتاجين وحب الأخوة والتعاون ما بيننا، والحمد لله والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حيدر حنون سوبرفايزر الهاوس كيبينج، صار لي 5 سنوات أشتغل والحمد لله ما عندي أي مشكلة. وأنا أشكر البرهان لأن تعلمت منها كومة شغلات وما واجهتني أي مشكلة، وكنا هنا أنا أصدقاء ونبدي على حب وننتهي إن شاء الله على حب. صار لي 4 أشهر بالبرهان، تعلمت الصبر وتعلمت تجهيز الفندق الغرف وما واجهنا أي مشكلة صعبة. صار لي 4 أشهر أشتغل بشركة البرهان، تعلمت هواي أمور من النظام، الثقافة واللغة الإنجليزية، والحمد لله ما واجهني موقف صعب أو شيء صعب الحمد لله. تعلمت صاري 3 سنوات بالبرهان مشتغل وتعلمت كل شيء وأنا مبسوطة ما صار معي شيء. السلام عليكم ورحمة الله، اسمي إيمان حسين، انتميت لمجموعة البرهان قبل شهر تقريبا. اللي تعلمته من مجموعة البرهان هو حب ما بين الزملاء والتعاون، وما أتذكر يعني موقف صعب مر بي لأن الزملاء كلهم متعاونين وياي ويساعدوني بكل شيء، وأنا سعيدة وفخورة أن أنتمي لشركة البرهان. أنا حاسة واحد سنة ستة شهر مشتغلهم، مبسوطة، كل مانجمنت كله منيح. My name is Shalika. I'm working here housekeeping department. 1 year and 7 months. I don't have any problem here. And I want to say thank you for Al Burhan bring me here. Thank you all management also. My name is Samar Salamun. I work Al Burhan 2 years and 6 months. My department were housekeeping. I don't have any problem. I'm happy with Al Burhan company. And thank you so much for everyone. I'm Helen Manjadi. I'm working for 6 years, almost 6 years in Al Burhan. I don't have anything problem for Al Burhan. It's good. I'm working in housekeeping department. And my supervisor is Hyder. She's good for us. She takes us what is our step. He helps us what is our problem. So I don't have anything to say, only that one. Thank you for the Al Burhan. Hello, I'm Shari Saida Mohammed. I like the place. I like the people here in Al Burhan. And thanks to the management. My name is Sanjeevani. I'm working here 1 year and 3 months. I am working housekeeper department. Al Burhan company and Al Burhan management very good. I don't have any problem. Thank you for Al Burhan. I'm from Hewat. I'm from Ethiopia. And I work in Al Burhan 8 months. My work department is housekeeping. In Al Burhan, I just learn hospitality and social life and kindness. That's all. Al Burhan, very good company. Thanks all the management. I am Sujiva. I am work at housekeeping department for around 4 years. I don't have any problem. I am happy with my job. Thank you for Al Burhan management. First of all, thank you for giving me this chance. I'm Maskaram Lamma. My job in housekeeping department. If I come start 8 months, I don't have any problem. So I'm happy. Thank you for everyone. I'm Hashan Vitanage. I worked in reception department, front office department as a receptionist. I started work 2016 September, for now almost around 18 months. I completed with Al Burhan Group. This Al Burhan Group, one of leading company in Iraq. That's I'm happy to say, I'm proud to say that I'm working in Al Burhan Group as well. That from the beginning I faced many hardest time in my life for the visa issues, some small issues, this is not, but anyhow I overcome all those barriers with the help, with the
support from the management and the Al Burhan group. And as well that I'm really happy that which I get from the Al Burhan, they sorted out the problems in very civilized way, and that we can improve our skills and how to work together, which everyone as a family. That is the most advantage I took from the Al Burhan group that I see from the many events that we organize in Al Burhan group. This is the most important thing in my life that I learned from Al Burhan group. Thank you. أني أعمل مركز البرهان منذ حوالي 6 سنوات تقريبا. تعلمت هواي أشياء بالعمل كثير أشياء, ومن أهمها هي احترام الوقت, وما واجهني أي موقف صعب. الحمد لله الكل متعاون, والحمد لله على كل شيء, ما عندي أي صعوبة بالعمل منذ تواجد بالمركز إلى هذه اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. أني الموظف قيصر مسنى, أعمل في مركز البرهان منذ 4 سنوات. تعلمت الكثير من مركز البرهان, منها احترام الوقت والنظافة والعمل الجاد والحب والتآخي. لم يواجهني طول 4 سنوات أي موقف صعب, بالعكس الحمد لله على كل حال. My name is Amir Roshanta. I work as a head chef from Al Burhan kitchen. I work start to 2011 to 2017 right now. I don't have any problem right now. I am very happy with this management. We have a lot of problem before. Now I am happy. Really I'm happy right now. We have good system. صار لي بالبرهان سنتين ونص. تعلمت هواي شغلات, يعني خبرة بمجال عملي, يعني من ناحية المعنوية والمادية هواي شغلات استفاديت من عتها بحياتي, وراح تفيدني إن شاء الله بالمستقبل. أما عن أصعب موقف واجهني بها يعني بهالمؤسسة هذه, يعني هواي مواقف, بس الحمد لله يعني حاولت أتغلب عليها. صار أشتغل بالبرهان مدة أسبوع. تعلمت من مجموعة البرهان التحمل والصبر, ماكو مشكلة واجهتها, وأنا أشكر البرهان جدا. صار لي 4 سنوات أشتغل بالبرهان, والحمد لله والشكر أنه ما صادفني مشكلة أو شيء. تعلمت أنه أكافح وأستمر بالعمل. صار لي أشتغل بالبرهان حوالي 4 سنين. فالبرهان يعني بيتنا الثاني إن شاء الله, ويعني المدراء كلهم زينين ويانا. وأصعب شيء يعني فقدنا الأستاذ كميت الله يرحمه. اسمي سيف عماد عبد الله, صار لي تقريبا أشتغل هنا بالبرهان 4 سنين, وما أعتقد مرني موقف صعب في حياتي طبيعية هنا. أنا ظليت أشتغل وما عندي أي شيء. صار لي سنة ونص أشتغل هنا وما واجهت أي صعوبات, يعني تعلمت الثقافة والمحبة واحترام من هذا المكان. اسمه عبد العظيم عبد هاشم, كنا سابقا هنا تعينت بشركة البرهان, صار لي خير من الله هواي. كنت على المناطق الخارجية ونوب حولت على المطعم الأجنبي, تعلمت المطعم الأجنبي هواي شغلات, شغلي للمطعم الأجنبي. وأنا أشكر شركة البرهان, أشكر سيد عماد على الشغل هذا. صار لي 6 أشهر أشتغل هنا, وأي مشكلة ما واجهتني صعبة, وتعلمت يعني الأخوة والصداقة والتسامح هنا. I'm working 3 years. I joined this Al Burhan company 2014. I don't have a hard problem or anything for that. I love the Al Burhan because I get money from the Al Burhan. So thank you very much for talking about that. صار لي بالبرهان 5 سنين وشوية, وتعلمت من البرهان الأخوة والمحبة والأخلاق والطيبة والنظام, وهو هذا أهم شيء طبعا. احنا النظام الحلو تعلمناه هنا, والحمد لله والشكر, ونشكر سيد عماد طبعا لأن هو اللي علمنا على هذا الشيء, وهو أبونا وعلى راسنا ونحترمه, وإن شاء الله ربي يكثر من أمثاله
والحمد لله والشكر وما صادفني أي شيء. أنا جيت لشركة البرهان سنة 2014، صار لي هنا 4 سنوات. البرهان يعني شركة دخلت بيها أنا، يعني كنت بعد صغير ما أعرف شيء، ربيت بيها، تعلمت من عندها كل شيء، تعلمت الصدق، الأمانة، الاحترام، تعلمت الثقافة، تعلمت اللغة هنا، تعلمت إنجليزي. البرهان يعني اعتبره شلون كل حياتي. صار لي بالبرهان تقريبا شهر، وتعلمنا من البرهان المحبة والأخلاق والنظام العمل. الحمد لله والشكر ما مر موقف، أي موقف صعب عندي. صار 5 سنوات أشتغل بالبرهان. بديت بالمسؤولة تدبير فندقي، بعدين مسؤولة مخازن، بعدين مسؤولة اللوندري. اكتسبت خبرات مجالات مختلفة، تعلمت النظام بكل شيء. وشكرا لإدارة مجموعة البرهان، وشكرا للأب أستاذ عماد. أصعب موقف بالبرهان هو وفاة أستاذ كوميت. صار لي بالبرهان أشتغل 7 سنوات. اللي تعلمته هو الحب، التكاتف بيناتنا. والأصعب موقف ما مرينا مواقف صعبة. السلام عليكم. صار لي من 2014 أشتغل بالبرهان، ما واجهتنا أي صعوبة، وتعلمنا هواي شغلات، تعلمنا الحب، وتعلمنا الاحترام والطاعة. اسمي محمد جميل، اشتغلت بالبرهان منذ 5 سنوات، وعمل بقسم اللوندري، وتعلمت من البرهان هواي شغلات، مثل يعني كسبت مهنة أقدر بيها أشتغل بيها خارج بغداد، مثل أفتح لوندري، والحمد لله. اشتغلت بالبرهان صار لي 6 سنين أكثر، وتعلمت هواي شغلات يعني من البرهان، مثل من طبيت المطعم الأجنبي هواي تعلمت شغلات، من رحت للهندل تعلمت هواي شغلات حلوة، يعني مر علي مواقف مو حلوة لو هاي، بالعكس كل زينين وياي وأحبهم وأحترمهم. اسمي أحمد حازم، صار لي 1 سنة و6 أشهر أشتغل بالبرهان، والأشياء تعلمتها بأن أكون يعني من طريق الفشل إلى نجاح، وعلمتني أشياء هواي حلوة، ما مر بيها موقف صعب أبد، إن شاء الله ما يمر بيها. I'm Odalia Oliano from Philippines and I work in Alburhan since 2011 and I am in working in the laundry, and I thank for the management of Alburhan, especially the owner Mr. Imad, for making my work here, for my staying here in Alburhan is very good, and I spend my money from here in Alburhan. I built my house for a big house, so I thank you for Alburhan, Mr. Imad. Thank you very much for your help for me. Hello, myself Salamawit Abarra, working in mini market. I start my work with Alburhan before 3 years. I love my work. I learn a lot here thanks to Alburhan management. Thank you all. Thank you. محمود أحمد جهاد، مسؤول قسم المشتريات في مجموعة البرهان. أعمل في مجموعة البرهان أكثر من 2.5 سنين. تعلمنا من مجموعة البرهان التزام بالوقت والتزام بالزي والالتزام بالحضور مبكر للدوام.